بحضور علمائي وعشائري واسع، النجف الأشرفية تستذكر السفر الخالد لفقيه أهل البيت عليهم السلام في عام الرحيل الثاني. في اليوم العالمي للشباب، بغداد تعلن تشكيل مجلس أعلى يعنى بتوجهات الشباب، والسيد الحكيم يحذر من مخططات تسلب إرادتهم. البرلمان يستضيف وزيري الداخلية والمالية ويرجو التصويت على قانون تأجير الأراضي الزراعية. بعد إعلان التربية عن نتائج السادس الإعدادي، ارتفاع نسب النجاح في عموم البلاد قياسا بالعام الماضي، وذي قار تحتضن قصة نجاح فريدة. مرصد الظهيرة، أهلا بكم. شهدت مدينة النجف الأشرف مجلسا تأبينيا لإحياء الذكرى السنوية لرحيل فقيه أهل البيت عليهم السلام المرجع الكبير آية الله العظمى سيد محمد سعيد الحكيم رضوان الله عليه. شهد الحفل التأبيني حضور عدد كبير من فضلاء وأساتذة الحوزة العلمية ورجال دين وشخصيات عشائرية وشعبية. واستذكر الحاضرون سفر العلمية للكبير الفقيه أهل البيت عليهم السلام، كما تضمن المجلس التأبيني إلقاء محاضرة دينية ركزت على القضية الحسينية والعزاء العاشورائي في محرم الحرام. هذا وشهد المجلس التأبيني بمناسبة ذكرى السنوية الثانية لرحيل فقيه أهل البيت الراحل المرجع الكبير آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم حضورا لكبار مجتهدي النجف الأشرف، حيث حضر المجلس التأبيني المرجع الديني الشيخ بشير النجفي وعدد من رجال الدين وأساتذة الحوزة العلمية، كما حضر نجلاء المرجع الأعلى الإمام السيستاني دامت بركته إلى المجلس التأبيني. والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. سعى
سنين طوال قضاها المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره في خدمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقيها ومرجعا وعالما. الحاضرون في المجلس التابيني بمناسبة ذكرى رحيله الثانية استذكروا دوره وجهوده العلمية والفقهية. تقرير السجاد الخاقاني. في ذكرى رحيل آية الله العظمى سماحة السيد محمد سعيد الحكيم طاب ثراه، استذكرت فيها الحوزة العلمية في النجف الأشرف عالم جليل أفنى عمره في خط أهل البيت عليهم السلام من خلال البحث والتدريس والتأليف. كان لفقدانه أثر كبير في الحوزة العلمية والأوساط العلمية والدينية في النجف وفي غيرها، لما يمثله من قيمة علمية كبيرة من خلال النظريات الفقهية والأصولية ورعايته الخاصة لطلبة العلوم الدينية والطريقة التي كان يتبعها في تنمية الطلبة علميا وروحيا. تأبين مهيب وحضور كبير وفاء لواحد من جهابذة العلم وعلم من رموز مدرسة النجف الدينية العريقة والذي عرف بمكانته المجتمعية ومواقفه الطيبة. أسأل الله ورسوله أن تتجلى أعماله والعلم الذي وضعه وخلفه أن ينتفع به الآخرين من خلال هذه المسيرة الحافلة بالجهاد والتقوى. أسأل الله له مرة أخرى الرحمة والغفران لحق محمد وآل محمد. لقد حظي السيد محمد سعيد الحكيم أعلى الله مقامه بمرتبة مميزة لدى جميع الطوائف والديانات السماوية لما يحمله من فكر معتدل ووسطية وسماحة قلب لها أثرها عند الجميع. هو خسارة ليس فقط للعالم الإسلامي وللمؤمنين في العراق، ولكنه خسارة للبشرية، لأنه هو شخص تميز بروحه الإنسانية بمحبته للإنسان. هذا البعد ليس فقط البعد الديني ولكن البعد الإنساني، وهو محترم في كل الديانات وخاصة في لبنان. هو شخصية معروفة وكان له دور كبير في عالم الفقه طبعا والتعليم الديني. لقد أثرى فقيه أهل البيت سماحة السيد محمد سعيد الحكيم قدس سره بمعارف ومناهج تستنير منه الأجيال. من النجف الأشرف السجاد الخاقاني، الفرات. يحتفل العالم بيوم الشباب العالمي سنويا بالتركيز على اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الشباب والاحتفاء بإمكانياتهم بوصفهم شركاء في المجتمع العالمي المعاصر، حيث ترعى الأمم المتحدة احتفالات ومؤتمرات وفعاليات مختلفة في هذا اليوم من أجل الاهتمام بشريحة الشباب وجعلها الدافع الرئيسي لحل مشاكل العالم. وتركز الأمم المتحدة هذا العام على قضية التغيرات المناخية ومواجهتها، حيث أصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيا وصديقا للمناخ أمرا بالغ الأهمية، ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية ولكن أيضا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم من مخططات دخيلة تسعى لسلب إرادة الشاب وتستهدف التحول إلى سلع استهلاكية متعطشة. السيد الحكيم وفي بيان له أكد إن مرحلة الشباب هي المرحلة العمرية التي تتميز بالنشاط والطاقة والعطاء والقوة، وتغيبهم أو تجاهلهم أو إقصاءهم يعني ركود الشعوب وإيقاف عجلة نموها ونهضتها. وجدد سماحته في اليوم العالمي للشباب حرصه على مواصلة دعمهم سياسيا ومجتمعيا، محذرا
من مخططات دخيلة تسعى لسلب إرادة الشاب وتستهدفهم لتحولهم إلى سلع استهلاكية متعطشة للملذات والرغبات بلا عقل أو وعي، وتحت ذرائع واهية لا أساس لها من الصحة، بمفاهيم منحرفة تحت غطاء الحرية المغلوطة. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أن الشباب هم استثمار العراق المضمون للمستقبل. السوداني ذكر في تدوينة على موقع أكسا بمناسبة اليوم العالمي للشباب أنه تعهد منذ تشكيل الحكومة أن يكون للشباب اهتمام خاص في البرنامج الحكومي وأولويات العمل، مشيرا إلى أن الشباب هم استثمار العراق المضمون للمستقبل. وأضاف أن الشباب سيجدون من الحكومة كل الدعم والإسناد. ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بمناسبة يوم الشباب العالمي، وقرر تشكيل المجلس الأعلى للشباب. وأكد السوداني أن المنهاج الوزاري تضمن الاهتمام بتوظيف الشباب وتوفير فرص العمل لهم. هذه الحكومة إن شاء الله منذ البداية وضعت في المنهاج والبرنامج الوزاري هذا الالتزام، وتعمل عليه في مختلف المجالات والقطاعات التي تصب بالنتيجة في مصلحة الشباب ومعالجة قضاياهم ومعاناتهم. ولعل من أهم هذه القضايا الملحة مسألة التوظيف وفرص العمل التي تؤمن لهم العيش الكريم. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل المؤسسات الدولة لوضع خطة شاملة للنهوض بواقع الشباب. وقال الحلبوسي عبر تغريدة على تويتر إنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة لوضع خطة شاملة للنهوض بواقع الشباب واستثمار طاقاتهم في بناء الوطن. من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي أهمية دور الشباب المهم في تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا بتفعيل بنود التشريعات المتعلقة بتشغيل الشباب. وطالب المندلاوي الحكومة بزيادة شراكاتهم بل إشراكهم في المجتمع في مختلف مفاصل الدولة وتوفير الوسائل المناسبة لاستثمار طاقاتهم وخبراتهم العلمية عبر خلق فرص عمل لهم في القطاعين العام والخاص، فضلا عن تفعيل بنود التشريعات المتعلقة بتشغيل الشباب. استثمار الطاقات الشبابية عن طريق تمكينهم وزجهم بمختلف المجالات هو الرد البليغ على المشاريع التي تريد إفراغهم من المحتوى واستغلال طاقاتهم في الجوانب السلبية بحسب المراقبين والمختصين. تقرير حسين ياسين. تشكل شريحة الشباب النسبة الأكبر من التركيبة السكانية في العراق، وهو ما يعطيها الأولوية في المطالبات لدعمها بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يرى فيه كثيرون فرصة لتسليط الضوء على دور هذه الشريحة في تطوير المجتمعات وتحقيق التغيير الإيجابي، لكن ذلك يتطلب رفع القيود والمعوقات وإتاحة الفرص لهم. للشباب العراقي أكيد متطلبات كثيرة، وباعتبار المجتمع العراقي
يشكل بحدود 60% إلى 70% ربما يصل الرقم من الشباب. هؤلاء الشباب بحاجة إلى تطوير قدراتهم وزجهم في المجتمع وحتى في المسؤولية. وجهة نظر أخرى تجد أن دعم الشباب بصورة حقيقية سيولد طاقة فعالة في تحريك عجلة كل شيء، وهو ما يفرض على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية توفير فرص تعليمية متساوية وتشجيع الابتكارات وتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة التمييز الطبقي وإطلاق برامج توعوية تحصن الشباب من الانجرار إلى الحالات السلبية. اتجه الشاب إلى ماذا حقيقة لملء هذا الفراغ؟ إلى قضية ربما المخدرات، الأمور الأخرى التي لا تتناسب مع البنيان الاجتماعي لحقيقة العراق والدولة العراقية. إذن ماذا نحتاج؟ إذن نحتاج إلى، بالإضافة إلى تمكين الشاب، يجب أن تكون هنا، وقلت لك يجب أن تكون هنالك مشاريع. بالمجمل فإن تعزيز تمثيل الشباب والمشاركة في القرارات المختلفة من الممكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلد. بالتوازي مع هذه المعطيات أطلقت الحكومة مؤخرا مشروع ريادة لدعم وتأهيل الشباب، وهو مشروع يراه كثيرون بالواعد لتمكين هذه الفئة المهمة من المجتمع. حسين ياسين، الفرات، بغداد. أكدت الممثلة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على ضرورة إشراك الشباب في العمل نحو عراق أفضل. وفي العديد من القضايا المركزية الأخرى قالت بلاسخارت في بيان لها إنه بمناسبة اليوم العالمي للشباب تؤكد على ضرورة إشراك الشباب في العمل في قضايا مركزية تهم العراق، مشددا على ضرورة أن يكون صوت الشاب مسموعا. وجه مجلس النواب برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس سؤالين شفهيين إلى وزيريه الداخلية والمالية. وفي مستهل الجلسة صوت مجلس النواب على تعيين أحمد الفتلاوي منسقا عاما لشؤون المحافظات وبدرجة وزيرة في الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وأرجى المجلس التصويت على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية المقدم من لجنة الزراعة والمياه والأهوار لحين إكمال الملاحظات الواردة بشأن القانون. وشهدت الجلسة توجيه سؤالين نيابيين، الأول لوزير الداخلية بخصوص أسباب عدم إنهاء عقد فحص المركبات الإلكتروني الهزة والأجور الإلكترونية، والثاني إلى وزيرة المالية طيف سامي حول بيان إجراءات الوزارة في إعادة البناء ومكافحة الفساد وأتمتة النظام في المصارف ودوائر الوزارة والروابط الإلكترونية. قوانين مهمة في أدراج مجلس النواب تنتظر الإقرار، أبرزها قانون النفط والغاز. مراقبون رأوا إن إقرار تلك القوانين سيسهل عمل الحكومة ويمكنها من تطبيق برنامجها. تقرير أحمد الزيدي. أكثر من 100 قانون معطل ومرحل من دورات سابقة ما يزال على أدراج مجلس النواب بانتظار أن يتم حسم هذه القوانين والتصويت عليها في جلساته المقبلة. أبرزها هو قانون النفط والغاز الذي يعد من القوانين المعمرة على أدراج المجلس لعدم التوافق عليه حتى الآن من قبل الكتل السياسية، الأمر الذي يدعو هذه الكتل إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الصيغة المناسبة التي ترضي جميع الأطراف لتمريره في البرلمان. 140 المناطق المختلف عليها النفط والغاز، سياسات، قانون الأحزاب، مواقع يجب أن تتجدد ويجب أن نجد لها حلا حتى لا نستورد المشاكل.
ونجتثها من أصولها. هذا هو طريق الحل، وعلى مجلس النواب أن يحدد هذه المواطن، لا أن يمضي بالفترة الانتخابية مثل ما هي. العمل على تشريع وإقرار القوانين التي تسهل من عمل الحكومة وتشجع الاستثمار وتدعم القطاع الخاص، وما أكد على ضرورته مراقبون لإعطاء الحكومة الفرصة بتطبيق برنامجها الحكومي والخدمي وتحقيق ما يصبو إليه المواطن الذي ينتظر الكثير من السلطتين التنفيذية والتشريعية. الحكومة محتاجة إلى إقرار قوانين حتى تسير يعني في منهاجها الحكومي، ومن ضمن تأكيدات منهاج الحكومة هو قانون النفط والغاز، ومطلوب الحقيقة إقرار هذا القانون وبقية القوانين حتى تسير الحكومة بهذا الاتجاه. هناك قوانين معطلة، هناك قوانين لها أولوية في البرنامج الحكومي حتى لا تتعطل مشاريع، حتى لا تتعطل يعني رؤيتها الاستراتيجية لبعض المشاريع. فيما يؤكد مراقبون على ضرورة العمل على تشريع القوانين الاقتصادية والخدمية لتحريك عجلة الاقتصاد في البلاد، وتفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان لتحقيق الأفضل للمواطن العراقي المنهك من الأزمات السابقة. وينتظر من مجلس النواب حسم إقرار القوانين المهمة بما يسمو في إسناد الحكومة بتطبيق برنامجها الوزاري الخدمي. لقناة الفرات، أحمد الزيدي، بغداد. طالب النائب عن تحالف قوى الدولة الوطنية علي شداد بالتصويت لصالح القانون المتضمن رفع التسكين عن شريحة ذوي المهن الطبية والصحية. شداد دعا في بيان أعضاء مجلس النواب إلى التصويت لصالح التعديل 21 لقانون الملاك ذي الرقم 25 والمتضمن تحديد الوصف الوظيفي لشريحة ذوي المهن الطبية والصحية من حملة شهادة الدبلوم والمسكنين في الدرجة الرابعة. أضاف أن شريحة ذوي المهن الطبية والصحية من هذه الشرائح المهمة في البلد، وقد قدمت هذه الشريحة جهودا أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها استثنائية في أيام جائحة كورونا. أعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري أعداد الطلبة الأوائل الذين اجتهدوا حتى نالوا ثمرة جهودهم واجتهادهم. الجبوري ذكر أن عدد الطلبة في الفرع الأحياء الذين حصلوا على المرتبة الأولى بلغ 231 طالبا بمعدل 99.86، فيما بلغ عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى في الفرع التطبيقي طالبين بمعدل 99.57. وأشار إلى أن طالبا واحد فقط حصل على المرتبة الأولى في الفرع الأدبي بمعدل 98.86. بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم بنجاح الطلبة السادس الإعدادي. وقال سيد الحكيم في تغريدة له إنه يبارك لطلبة السادس الإعدادي لا سيما المتفوقين منهم إعلان نتائج الدور الأول، كما بارك للكوادر التعليمية والتدريسية والجهات العليا المسؤولة جهودها الاستثنائية في توفير المناخ الملائم لنجاح العملية الامتحانية، متمنيا للجميع التوفيق وحظا أوفر للمؤجلين إلى الدور الثاني.
أشادت وزارة التربية بطالب من محافظة ذي قار حقق معدلا عاليا في السادس الإعدادي من رحم المعاناة. وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان إنه اتصل بأسرة الطالب سيف الدين سعد بطاح حميد الزهيري من مدينة الدواية بذي قار والمصاب بشلل رباعي، حيث نجح من السادس الإحياء بمعدل 89%. وأضاف أن أسرة هذا الطالب قدمت درسا واقعيا وإنموذجا رائعا للنجاح والتفوق والتراحم، وإيصال رسالة بالغة بأن الإعاقة لا توقف ولا تتوقف مع الرحمة والإصرار على النجاح والتفوق مهما كان الحال وكيفما كانت الظروف. لم يستسلم لمرضه ولم يندب حظه وييأس الطالب سيف الدين سعد بطاح من أهالي ذي قار والحاصل على معدل 89.29. ضرب أروع الأمثلة للشباب العراقي في الصبر والمقاومة مهما كانت قساوة الظروف. تقرير جواد الحسيني. الإعاقة الحقيقية أن يرى الإنسان نفسه عاجزا عن الفكر والتطور، وصدق من قال إن الإبداع يولد من رحم المعاناة. الحمد لله معدل 89.29 أمنيتي الدخول إلى كلية الصيدلة. بهذه الكلمات المعبرة تحدث الطالب سيف الدين سعد عن فرحته بإنجازه الباهر بحصوله على معدل 89.29 في الفرع الأحيائي رغم إعاقته الجسدية والتي تضمنت تشجيع الشباب العراقي لتجاوز الأزمات وتحقيق الإنجازات العلمية والإبداعية ليصبح مثالا يحتذى به وأنموذجا للإرادة الحقيقية. الحمد لله بعد تعب 12 سنة أثمرت هذا الجهود بمعدل اللي يشيله ودوصه. كعادة شباب العراق قادرين على تغيير واقع البلد من خلال محاربة الشبهات أو تحسين واقع البلد. أشكر بالخاص العائلة الأصدقاء المدرسين. ولأن سيف عاش مرارة المرض والألم يطمح بأن يكون له مقعدا في كلية الصيدلة لكي يكلل نجاحه بتحقيق حلمه المنشود بافتتاح صيدليته الخاصة فيما بعد، لأنه تحسس آلام الفقراء والمحتاجين ممن يصعب عليهم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية. وكان للفرحة والغبطة نصيب في قلوب والديه لما حصل عليه هذا المتحدي لكل الأزمات الصحية التي مر بها. قبل ما أطلع النتائج بابا شنو طموحك؟ قال أريد كلية الصيدلة. بابا ليش تاخذ كلية الصيدلة؟ قال حتى إذا الله وفقني أفتح صيدلية. وشلون كنا نعاني من غلاء العلاج، أكو فقراء، أكو مساكين، أكو ناس معوزة، راح أفتح لهم هذا المجال وأقلهم صيدليتنا ترحب بكم إن شاء الله بالمستقبل إذا الله وفقنا وحصلنا مرادنا. سيف الدين بداية من شفنا عند العزيمة والإصرار إلى إكمال مسيرته الدراسية هيئنا لعجلة دفع إلى وصلنا لمرحلة المتوسطة في عجلة دفع، بعدين أنعم الله علينا وجهود الخيرين في كرسي شحن كهربائي قام يروح ويرد جماعته قاموا يأخذونه ويجيبونه وما ملوا أصدقاء زملاء الدراسة. ومدرسين قالوا ما دام ابنك ذكي فما تحتاج تكتبي له، احنا ندري بيه الصعوبة هاي، احنا نجاوبه وبعد هو يسأله هو يجاوبنا، فلا تحتاج تكتبي له. فبقيت ما أكتب له، بقى يعتمد على الذاكرة مالته ويتذكر شنو الأسئلة وشنو الأجوبة، فبقى اعتمد على الذاكرة، يعني لا نكتب له ولا هاي، هاي بس بالابتدائي. والله أنا بصراحة أتمنى للمستقبل الزاهر وأتمنى يكون الجامعة اللي هو يريدها والاختصاص اللي هو حابه، يعني فالناصرية يكون قريبة علينا على مود يعني ما يطول عليه. تقديرا لجهوده العلمية ولما حققه من إنجاز يعجز عنه الكثير من الأصحاء، إذ أثبت أن لا مستحيل في الارتقاء بالعلم والتحليق في فضاء المعرفة مهما كانت التحديات. من ذي قار
جواد الحسيني، الفرات. نهاية مرصد الظهيرة، دمتم بسلامة.